أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم في دردشة فنية. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. النهاردة هنتكلم عن الفنان الكبير إبراهيم نصر. هو فنان كوميديان من طراز فريد، وأيضا تراجيديان من الدرجة الأولى. فنان يجيد جميع الأدوار، دور الطيب، أدوار الشر، دور الصعيدي، الفلاح، المعلم، وياما أسعدنا وأضحكنا في برنامج الكاميرا الخفية، وكلنا لحد تاريخ النهاردة فاكرينها وعالقة في أذهاننا وبنبحث على اليوتيوب علشان ندخل نتفرج عليها، وكل ما بنشوفها بنستمتع بيها وكأننا بنشوفها لأول مرة. ولكن مع الأسف الراجل ده مخدش ربع حقه، برغم أنه فنان قدير جداً وغول تمثيل. النهاردة هنعرف مع بعض أهم المحطات في حياته، سواء الفنية أو الشخصية والأسرية، وأغرب المواقف اللي تعرض ليها الفنان إبراهيم نصر، وياما اتعرض للضرب وكان هيموت في برنامج الكاميرا الخفية. كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، خليكم معايا لآخر الفيديو. اسمه إبراهيم نصر النخيلي، من مواليد 18 أغسطس 1948، حي شبرا بالقاهرة. والده أساسا من الصعيد، من قرية النخيلة، محافظة أسيوط، وكان والده شغال في المقاولات، ولاحظ أبوه موهبته أنه كان بيقلد قرايبه، وأصبح المقلد الكوميديان اللي بيضحك العيلة. ودخل إبراهيم نصر المدرسة فبقى رئيس فريق التمثيل اللي في المدرسة، والكل لاحظ الموهبة اللي عنده، وكان بيقلد بعض زملائه وبيقلد بعض المدرسين. ويذكر انه كان اول عمل له على مسرح المدرسة هي مسرحية عثمان ابن عفان. وعشق ابراهيم نصر فن التمثيل، وحتة التقليد اللي عنده دي ساعدته كتير، بيقلد افراد عائلته، اقربائه، زملائه في المدرسة، وبقى يقلد فنانين كبار امثال محمد رضا وحسن البارودي وتوفيق الدقن وامين هنيدي وبعض الفنانين. ده اللي خلاه يتمنى من صميم قلبه انه يصبح ممثل. وكان ابراهيم نصر بنيانه الجسماني قوي، وفي احدى المرات كان هو يعني بيحكي حكاية للاعلامي محمود سعد في برنامج هو كان مستضيفه فيه، وقال ان في مرة كنت ماشي في الشارع بتاعنا يوم الجمعة وفرحان بنفسه قوي، شباب بقى 17 سنة لابس بنطلون وسويتر، والكلام ده كان الساعة 5 المغرب، والبلكونات كانت مترشقة بنات على الصفين، البنات ما بتنزلش الشغل، فساحة المغربية الكل بيبقى واقف في البلكونة، فكانوا على الصفين البلكونات كلها ستات، ولقى على الناصية واحد بلطجي قال له خد تعالى هنا يالا، تعالى هنا يالا، وبدون أي مقدمات نزل ضرب في إبراهيم نصر، كسره خالص وورم له وشه، هراه ضرب من الآخر. إبراهيم نصر ما بقاش يطلع من البيت. واحد صاحبه بيسأله إيه رأيك تلعب مصارعة؟ إبراهيم نصر قال له ماشي. ما كانش طموحه إنه يكون مسارع، ولكن كان عايز ياخد تارو. راح النادي وكان بيتمرن أكتر من 10 ساعات في اليوم، يشرب بقى عصير قصب وعصير برتقان، ويأكل بيض ويشرب لبن ويأكل لحمة، يتمرن تمرينات عنيفة وتعلم شوية حركات. فالمهم لعب مصارعة مع واحد وغلبه في أول جولة، فسموه إبراهيم النمر، فأخد ثقة في نفسه. فراح يوم الجمعة برضه لقى نفس البلطجي ده واقف عند بقال، فقال له تعال هنا، مش انت قلت لي تعال يلا خد يلا؟ فالبلطجي بيروح له، ابراهيم نصر بقى خد على مشمه ونزل فيه ضرب لما طحن البلطجي ده خالص. فالبلطجي من بعدها اختفى من المنطقة تماما، وبقى ابراهيم نصر واخد وضعه جدا في المنطقة بتاعته. بعد كده التحق بكلية الاداب، وبرضه كان بيمثل على مسرح الجامعة، وحصل اثناء دراسته على العديد من الجوائز والكؤوس والميداليات، تقديرا لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل اللي في الجامعة. وبدأ حياته الفنية كمونولوجيست بيقلد النجوم الكبار، وشارك في مجموعة من برامج الأطفال. فبداياته الحقيقية بقى لما التقى بالمؤلف والشاعر بخيت بيومي، اللي أقنعه للذهاب للتلفزيون لكي يلعب دور درامي في برنامج بتقدمه أمان ناشد. فقالت له انت معايا على الهواء، هتاخد 5 دقايق بس. راح فضل ابراهيم نصر يقول سكتشات وشوية فقرات كده، فاماني ناشد اندمجت معاه جدا على الهواء، فبدل ما ياخد 5 دقايق اخد منها 1/3 ساعة. خلص البرنامج وابراهيم نصر نزل الشارع، التف حواليه الناس وابدوا اعجابهم بيه. فبخيت بيومي قال له انت موهوب جدا، ازاي سايب نفسك كده؟
تعال معايا مبدا الاذاعه والتلفزيون. المهم اخذوا بعضهم وراحوا للمخرج محمد سالم. دخل ابراهيم نصر مكتب محمد سالم وكان عنده مجموعه من الفطاحل، وديع الصافي وصباح ومنير مراد والشاعر حسين السيد. فمحمد سالم قال له ايوه يا ابراهيم انت بتعمل ايه؟ فقال له انا بعمل اسكتشات وبقلد فنانين وحاجات فكاهيه. قال له طب وريني وريني. فابراهيم نصر بص حواليه في المكتب لقى كل اللي قاعدين اسماء تخض، وديع الصافي، صباح، الموسيقار منير مراد، الشاعر الكبير حسين السيد، كلهم فطاحل. فطلع ابراهيم نصر فوق الكنبه وانطلق في التقليد، مونولوجات واسكتشات وتقليد، وطلع كل اللي عنده. فمحمد سالم قال له بس كويس كويس خالص، منير مراد المقلد شاطر، وديع الصافي الجميل خالص، صباح قالت هايل هايل فنان. فمحمد سالم نده على الشاعر حسين السيد وقال له يا حسين انت هتكتب لابراهيم. واتصل بطقم الملابس وقال لهم فصلوا له الملابس اللي هيعمل بيها الاسكتشات بتاعته. المهم حسين السيد اخده معاه البيت وكتب له السكريبت، وهو كان عبارة عن مجموعة شخوص كتير بتتعامل مع بعض بس بصوت ابراهيم نصر، وابراهيم هو اللي بيقلد الشخوص دي. تاني يوم حسين السيد راح لمحمد سالم ومعاه ابراهيم نصر وقال له يا استاذ محمد ده اختراع. فمحمد سالم قدمه في أول حفلة في أستوديو 5، وما كانش إبراهيم نصر وقتها معروف، يعني كان غير معلوم عند الناس. فقدم الفقرة بتاعته وبعد 3 دقايق الناس ماتوا على نفسهم من الضحك. فنجح جدا ومحمد سالم فرح به جدا وقال أنا عايز أعمل لك برنامج، وجمع طقم الديكور علشان يمهدوله البرنامج اللي هيتذاع في رمضان، وكان حسين السيد هو اللي بيكتب له. وكل الحفلات دي كانت بتزع على الهواء، ما كانتش بتسجل، لا كانت على الهواء مباشرة. وشارك برضو إبراهيم نصر في بعض برامج الأطفال كما شارك في بعض الأعمال التلفزيونية زي حكاية لها العجب وقلوب خضراء والزمن المر وعلى باب زويلة ومارد الجبل، وشارك في بعض الأعمال السينمائية فيلم الساغة وحد السيف وامرأة واحدة لا تكفي وقهوة الموردي ومحطة الأنس والاحتياط واجب وغيرها وغيرها من الأعمال السينمائية. وأهم أدواره فيلم شمس الزناتي مع النجم الكبير عادل إمام وشخصية الجعيدي، ومسلسل اسمه في المرآة، مسلسل قديم يعني سنة 89 كده، بس مسلسل روعة ليوسف شعبان وعفاف شعيب ومحمد وفيق ووحيد سيف ونخبة كبيرة من الفنانين. في المسلسل ده إبراهيم نصر أثبت قدراته الفنية العالية، ومسلسل الظلال مع سهير المرشد وعزة العليلي، ونلاحظ هنا القدرات التمثيلية الجبارة عند هذا الفنان الكبير اللي تثبت فعلا ان الراجل ده غول تمثيل، وللأسف ما خدش ربع حقه، والأعمال اللي تعرضت عليه ما طلعش ولو 10% من الإمكانيات اللي عنده. تحس ان هو جواه بركان تمثيل، كوميديان من الطراز الأول بيقلد فنانين، يقلد صوت الباب وهو بيتفتح، يقلد صوت جرس التليفون، صوت المقص، عنده سرعة بديهة في إلقاء الأفيهات، بيعرف يبتكر ويقول أفكار. لما تشوفه في برنامج صاحبة السعادة لما كانت مستضيفاه الفنانة إسعاد يونس، ساعة ونص ضحك متواصل، إسعاد يونس كانت بتموت على نفسها من الضحك، وكانت الحلقة ممتعة للغاية. إبراهيم نصر يقدر ينزع منك الضحك في أي وقت، سواء في عمل فني، سواء سينمائي أو مسرحي أو تلفزيوني أيا كان، أو برنامج أو في قعدة، لازم يخلق جو جميل من الفكاهة والمرح في كل جلساته، سواء هو أو المنتصر بالله. الاتنين دول جبابرة في الكوميديا بس ما خدوش فرصتهم كاملة، لو كانوا أخدوا فرصتهم كاملة كانوا أبدعوا، كان كل واحد منهم هيخرج البركان اللي في داخله. وإبراهيم نصر مش مجرد بس كوميديان، ده يجيد جميع الأدوار. وقال عنه الإعلامي عمرو أديب إن إبراهيم نصر الفنان صاحب القدرات الكبيرة، شوفوا في مسلسل في المرآة دور الدورجي كان طالع دور شر خطير، دور الجعيدي في فيلم شمس الزناتي، دور في فيلم الستات مع محمود ياسين لما كان طالع جوز فيفا عبده ومحمود ياسين فضل يضرب فيه بروسيات لحد ما وقعوا على الأرض بعد ما كان خايف منه، دوره في فيلم اكس لارج، دوره في مسلسل فوق السحاب مع هاني سلامة، يعني كمية تنوع فظيعة. فتحس ان الراجل ده فعلا عنده قدرات فنية رهيبة، بيفكرني بالظبط في فنان كبير اسمه عدلي كاسب اللي لعب دور الطيب وعلى نياته في
في فيلم لقاء في الغروب، والجزار المفتري في فيلم السفير عزيزة، الخال خفيف الظل في العريس يصل غدا، الأب المتحرر في عائلة زيزي، الزوج المغلوب على أمره في فيلم الحب كده. فإبراهيم نصر بيلعب جميع الشخصيات بجدارة وبسلاسة. عدل كاسب قدرات فنية عالية جدا، بس للأسف ما خدش حقه وما خدش فرصته كاملة، وكذلك إبراهيم نصر أيضا. وكان دايما إبراهيم نصر له لزمات بتعلق مع الناس، يعني فيه لزمة كان بيقولها في مسلسل الكبير كبير والنص نص 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 والصغير ما نعرفوش، ومسلسل الظلال كان يقول ماشي يا سيدي يا سيدي ماشي، أنا خايف يا سيدي يا سيدي أنا خايف، فسعيد عبد الغني يرد عليه ما تخافش يا فرج يا فرج ما تخافش، دي برضو كانت من ضمن لزماته. وفي الكاميرا الخفية انفخ البلالين يا نجاتي ونظف يا بلوزة، كلها دي لزمات كانت معلقة مع الناس. وفيها أدوار كتير اتعرضت على إبراهيم نصر، ولكن هو كان شايف إنها أعمال ضعيفة والدور اللي هيعمله مش هيضيف ليه. ولكن في فترة التسعينات رجع يعمل الكاميرا الخفية، بس الموضوع جه إزاي؟ شافه محمد عبد المنعم غالي اللي هو كان ماسك القناة التانية وقال له تعالى. فابراهيم نصر راح له مكتبه وقال له بقول لك يا ابراهيم انا عايز حاجه كده كوميدي تضرب الدنيا كلها. فابراهيم نصر قال له نعمل الكاميرا الخفيه، فرفض تماما محمد عبد المنعم غالي وقال له الكاميرا الخفيه مكرره، ان الواحد مش عارف يجيب قفص تاخد منه معرفش ايه 10 جنيه وقع تحت العربيه تيجي تشد الكبوت الباب يتخلع فمكرره. ولكن ابراهيم نصر قال له لا، احنا هنعملها بشكل درامي له بدايه وله وسط وله نهاية وفي مقدمة، سيبني بس وانا هعمل حاجة تبسطك قوي. فراح محمد عبد المنعم غالي اتصل بسهير الاتربي وقال لها ابراهيم نصر عايز كاميرا وعربية ينزل بهم الشارع. فقالت له ابراهيم نصر مين المجنون، اديله يا عم اللي هو عايزه وسيبه ينزل يصور وملكش دعوة بيه. فاخد العربية والكاميرا ونزل صور الحلقة الاولى، وكانت مرمطة برغم ان احنا بنشوفها بسيطة، ولكن ابراهيم نصر كان بيعاني جدا هو وفريق الاعداد اثناء عمل البرنامج، فسماه برنامج انسى الدنيا، ومرة يعمل ست مرة يعمل صعيدي مرة يجي ومعاه جمل، وكلها كانت بشكل درامي وبيتقن اي شخصية بيعملها. ست بيقنعك فعلا ان هو ست بنفس نبرة الصوت، ولو عمل صعيدي نفس الكلام وبشكل تمثيلي ظريف جدا. وفي خلال النص ساعة اللي احنا بنشوف فيها الحلقة كانوا المصريين بيستمتعوا وبيضحكوا ضحكة من القلب، عكس الهبل اللي احنا بنشوفه الايام دي، رامز جلال وفقش في المعسكر وهاني هز الجبل، كلها دي حاجات مكلفة ملايين على الفاضي وعارفين انهم بيمثلوا علينا. وتشوف اول حلقة في رمضان تعرف باقي الحلقات من اول الحلقة التانية لغاية الحلقة الـ30 عارف ايه اللي هيحصل، ومفيش البسمة اللي احنا كنا بنشوفها مع ابراهيم نصر اللي هي ضحكة من القلب. وطبعا فرق شاسع ما بين ابراهيم نصر وبين رامز جلال، فرق السما من العمى. كان ابراهيم نصر كل يوم بيفاجئنا بحلقة جديدة، يعني عمل الكاميرا الخفية 8 سنين ورا بعض، يعني ما يقرب ل 500 حلقة، وكل حلقة ليها فكرة مختلفة عن التانية. المهم بعد نجاحه على القناة التانية طارق نور بعت له يقابله في مكتبه، سلم عليه وقال له احنا هنعمل مع بعض برنامج الكاميرا الخفية السنة دي، مع انك السنة اللي فاتت اتسببت ليا في كارثة. قالوا ليه كفالة الشر ايه اللي حصل مني؟ قال له برنامجك السنة اللي فاتت كان بيتذاع مع نفس البرنامج بتاعي وفي نفس التوقيت، الناس كلها كانت بتتفرج على البرنامج بتاعك انت، فالبرنامج بتاعي اتقتل محدش شافه، برنامجك هو اللي علي. فاشتغل ابراهيم نصر مع طارق نور، وكان المخرج رائد لبيب هو مخرج البرنامج، وابراهيم نصر كان هو اللي بيبتكر الفكره بتاعه الحلقه اللي هتتصور. ونلاحظ هنا ان الحلقه ما كانتش مكلفه وكوميديا واقعيه والتصوير مع الناس في الشارع. وكذا مره ابراهيم نصر يتعرض للضرب، ومره كان هيموت، واحد جزار كان دخله التلاجه ومسك عليه الحديدة وهيضربه، وفريق العمل كله ساب إبراهيم نصر وجري، الصبيان كانوا هيقطعوهم. راح إبراهيم نصر خلع الباروكة وقال له أنا إبراهيم نصر. فالجزار لما عرف أخذ إبراهيم نصر بالحضن وجمع إبراهيم نصر وفريق الإعداد وحلف عليهم أنه لازم يعمل لهم عزومة على حسابه، وقال علي الطلاق بالتلاتة ما انتوا ماشيين من هنا، وعمل لهم طواجن باللحمة. وحقق إبراهيم نصر شهرة كبيرة من خلال البرنامج ده،
وكانت الناس بتنتظره من السنة للسنة. كوميديا نظيفة ما فيهاش استخفاف ولا استظراف زي اللي احنا بنشوفه الايام دي. فزي ما قلت لحضراتكم فرق كبير ما بين ابراهيم نصر وما بين رامز جلال وهاني رمزي، واكبر دليل على ذلك ان لغايه دلوقتي فاكرين البرنامج بتاع ابراهيم نصر وبنبحث عنه على اليوتيوب وبنتفرج عليه. رامز جلال لو بطل البرنامج بتاعه في خلال 10 سنين محدش هيفتكره. المهم ابراهيم نصر بعد الكاميرا الخفية ابتعد فترة عن الساحة، بس بيرجع يشارك في اعمال قليلة لما بيلاقي الورق اللي بيروح له مكتوب صح والدور اللي هيعمله هيضيف لرصيده. فشارك في فيلم اكس لارج مع احمد حلمي وكان طالع خاله، وشارك في مسلسل فوق السحاب اللي ابدع فيه بشكل رهيب. وهاني سلامة اشاد بموهبة ابراهيم نصر، وعفاف شعيب اشادت برضه بالدور اللي عمله ابراهيم نصر. كما شارك ابراهيم نصر في عدد من الاعمال المسرحية زي مسرحية اهلا يا دكتور مع سمير وجورج، وعطشان يا صبايا، واحنا الجدعان قوي، ومصر بلدنا، وعمل زكية زكريا والعصابة المفترية، وزكية زكريا تتحدى شارون، ومسرحية تاني اسمها وراك وراك يا بلوزة، وبرضه عمل فيلم اسمه زكية زكريا في البرلمان من نجاح شخصية زكية زكريا. دي كانت نبذة مختصرة كده عن حياة الفنان الكبير ابراهيم نصر الفنية. بالنسبة لحياته الشخصية هو اتجوز مرة واحدة من خارج الوسط الفني ومعاه ابن الوحيد عماد، وكان ابراهيم نصر في بيته زوج واب حنون كما وصفته زوجته، وكان بيحب يشوف كل اللي حواليه سعداء ومبسوطين، اخواته وزوجته وابنه وكل اللي يعرفهم، كان بيحب يشوف كل الناس سعداء، كان انسان خلوق ومحب لكل الناس، وعمره ما اساء لحد من زملائه، وكان شخص مؤدب وجنتلمان وحساس جدا. والفنان محمد صبحي قال في اكتر من لقاء: انا بحب ابحث على اليوتيوب اجيب الكاميرا الخفية لابراهيم نصر واضحك من قلبي، انسان راقي عمره ما اهان ضيف. ده كلام محمد صبحي، وفعلا ابراهيم نصر عمره ما اهان ضيف في الحلقة بتاعته، غير اللي بيعمله رامز جلال لما يقعد يتكلم على الضيف اللي جايبه ويقعد يتكلم عنه باسلوب وحش، اسلوب يهين الضيف اللي بيقدمه. المهم طلعت إشاعة على إبراهيم نصر إن هو توفى، ولما عرف ما زعلش، بالعكس ده انبسط جدا لما شاف ردود أفعال الناس وعرف قد إيه إن هو محبوب، حتى لما اختفى عن الشاشة. يعني هو اختفى عن الشاشة ما يقرب ل10 سنوات ورجع بفيلم إكس لارج سنة 2011 ونال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواه، وآخر أعماله كانت شخصية الدب في مسلسل فوق السحاب سنة 2018. وبتاريخ 18 مايو 2020 توفي الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر يناهز 73 عام، وخرجت جنازته من كنيسة ماري مرقس بالأزبكية ودفن في مقابر الأسرة في العباسية، ولن يتم إجراء مراسم العزاء بسبب فيروس كورونا، واكتفت العائلة بتلقي العزاء على المقابر وقت الدفن. رحم الله الفنان الكبير إبراهيم نصر. عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة. جورج إبراهيم.